إذن هذه هي تفاصيل المعركة الساخنة بين مجلس إدارة الاتحاد السعودي والجمعية العمومية والتي أنهاها الفيفا يوم أمس بخطابه الذي نظر له الاتحاد السعودي بأنه تأييد لموقفه، بينما خرج أيضا خالد المعمر المتزعم للمعارضة في الجمعية العمومية ليشكر الفيفا على إنصافهم. حتى اللحظة الكرة تتأرجح بين الطرفين. أبدأ معك أبو فهد، خلنا نحن نقول هذه معركة ومفتوحة ولا زالت مفتوحة. حتى اللحظة حضر الفيفا وخرج بيان، من انتصر في هذه المنافسة؟ والله شوف، أنا أعتقد أن الطرفين كلهم خسروا. طبعا الفيفا يعتبر يعني عباراتها دائما دبلوماسية كعبارات وزراء الخارجية، لكن واضح أنه يقصد منه أنه عندكم أخطاء وعندكم تجاوزات، وعشان كذا هو أخذ صلاحيات أحمد عيد وأصدر القرارات. يعني المفروض اللي يحدد الجمعية العمومية هو رئيس الاتحاد، صحيح، هو الكابتن أحمد عيد. اللي حدد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية هو الاتحاد الدولي. لا بس قال صرح قبل أسبوع إيه؟ أحمد عيد، أحمد عيد اللي حددها، أول من حددها أحمد عيد 25 كلها. ما عمرنا سمعنا أنه في اجتماع في يونيو. لا، بناء على اجتماعه مع الفيفا بعد ما خلص من الفيفا خرج وأعلن. يعني واضح من البيان. أنا اللي يهمني، أنا اللي أخشى منه أن الترجمة تكون ناقصة، أو أن المفردات التي استخدمت ما بينت للوسط الرياضي وللرأي العام، بسبب فعلا أنه فيه بيانات تصدر من الاتحاد الدولي ما نشوفها، أو بعض الناس يستغل ضعف اللغة فيقعد يختار الكلمات اللي هو يرغبها. هي تفاصيل معينة كمترجمين للأندية. أنا خلنا أقول لك شو جاء في الخطاب. اللي جاء في الخطاب كالتالي: عقد جمعية عمومية عادية وعقد جمعية عمومية استثنائية اللي هي غير عادية، اللي هي غير عادية و يعني النظام الأساسي، نعم، لمراجعة النظام لكن الأساسي. لكن في حاجتين ما تطرق إليها. لا خلنا أقول لك، يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمعية العمومية العادية من دون تأخير في مطلع يونيو المقبل. من دون تأخير معناها أمر هذا بصفة الأمر ولا مع التأكد من توفير الوقت المعقول للجنة التنفيذية والأعضاء لتقديم الاقتراحات مع توضيحات مقتضوة قبل انتهاء من الأجندة. قبل انتهاء من الأجندة اللي تدرسها أو تعمل عليها شركة ديلوت. يعقد اتحاد الكرة جمعية عمومية غير عادية في نفس اليوم مثل الجمعية العمومية العادية، والهدف منها تبني مسودة النظام الداخلي للاتحاد السعودي الذي يراجعه حاليا مسؤول الاتحاد السعودي مع العديد من المسؤولين، فضلا عن مراجعة مسودة النظام الداخلي من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي للتأكد من تطابقها مع النظام الداخلي المعتد به من قبل فيفا. يعني قبل لا تجتمعون ترسلون المسودة. نعطيكم الإشارة أن هذه تتطابق مع أنظمة الاتحاد حتى الفيفا والدولي. بالإضافة تزويد فيفا بمسودة بشكل عاجل حتى يتم مراجعته، كما يجب على مسؤولي لجنة اللعبة المحلية إعلام الفيفا بتاريخ وزمان الجمعيات العمومية حتى يحضرها مراقبي الفيفا والاتحاد. يعني معناها كأن الفيفا ترى يقول لكم يا اتحاد الكرة يا الجمعية العمومية الآن أنتم ليسوا محل ثقة، والدليل أني أنا بجي مراقب. يعني الآن الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي حييجوا مراقبين لمتابعة يعني التقارير ومتابعة الخطوات ومتابعة جدول أعمال الجمعية العمومية، وهذا معناها أن الثقة أصبحت مهزوزة فيه. لا، أنت فهمك خاطئ لها يا أبو. ليش؟ ليش؟ لأنه تعرف أنت حتى على مستوى الدول الانتخابات يحضرها مراقبين من عدة دول. نتكلم على مستوى الدول. لا خلينا في الرياضة. في الرياضة برضو جزء. في أي انتخابات في العالم لابد أن تكون تحت مظلة اتحادك. إيه بس الخطاب جاي بصيغة الأمر. أنت تبغى من الأخير. شلون بغض النظر؟ تبغى من الأخير ولا؟ أقول لك من الأخير أنا الآن. كل اللي كان يبحث عنه الجمعية والمتزعم هذا الحراك بن معمر أو غيره كانوا يبحثوا عن إسقاط الاتحاد. مسألة قلنا له وقلتها أكثر من 20 مرة، لن تستطيع لا جمعية عمومية ولا غيرها تسقط الاتحاد إلا في حالة. طيب أنا خلني أسمع الموقف الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم. معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان المعيبد المتحدث الرسمي للاتحاد. أبو بدر أحييك وأسألك مباشرة، هل تعتبرون أنفسكم في مجلس إدارة الاتحاد منتصرون في معركتكم مع الجمعية العمومية، خصوصا وأنكم صدرتم بيانكم بأن الاتحاد الدولي قد أيد موقفكم الذي أعلنتموه سابقا؟ السؤال الآخر
اتضح انها لم تكن زياره روتينيه كما كنت ايضا انت تعلنه في اكثر من موقف، وهنا ايضا تحديدا فاكتشفنا انها لجنه جاءت لتستوضح وتحقق، سمها ما شئت، المهم انها لم تكن كما يبدو لي زياره روتينيه. في البدايه ارحب فيك وارحب بالاخوان الموجودين عندك. خليني ابدا بالاستفسارك الثاني. هو طبعا كل سنة كان يأتي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وفد من اللجنة القانونية أو بعض اللجان العاملة في الاتحاد الدولي، وجاءوا العام الماضي كانوا موجودين، قبل العام كانوا موجودين في طرح كثير في قضايا العمل الإداري والمالي والتنظيمات واللوائح، وهذا من صميم عمل طبعا اللجان والاتحاد الدولي في زيارات الاتحادات الأهلية، فهذا كان وضع طبيعي جدا. كنا وصلنا معلومة بأنه هذا الوفد يعني سوف يحضر المملكة بالزيارة الروتينية المتعودين عليها كل سنة، لكن بعدها بيوم أو يومين تقريبا يعني طبعا بعد ما أرسل خطاب من الأخوان بعض أعضاء الجمعية العمومية الاتحاد الدولي، وبالتالي تم تشكيل هذه اللجنة لزيارة المملكة. فطبعا تحول الموضوع من زيارة روتينية إلى زيارة تقصي حقائق والمناقشة مع الأطراف ذات العلاقة، وهذا وضع طبيعي جدا. لم نكذب على أحد، يعني لم نخالف الواقع، ولكن كانت هناك يعني معلومتين في نفس الوقت، من وضع طبيعي كل سنة ووضع استثنائي حصل خلال يعني الالتزام الوفد الفيفا اللي يحضر المملكة كل سنة للحضور إلى المملكة. هذا واحد. شيء ثاني، خليني أعلق لك على وضع الاتحاد ما حصل طبعا خلال الفترة الماضية. احنا خلينا بس نلخص القضية بأنه يعني احنا والإخوان في الجمعية أكيد يعني كلنا نسعى إلى مصلحة واحدة. اليوم اختلفنا في الماضي، اختلفنا في تفسير، وكان هناك رؤى مختلفة ومتضاربة، اختلفنا على كثير من الأمور في موضوع العقد الجمعية. اليوم انتهينا على هذا الأساس بعد ما طبعا تدخل الاتحاد الدولي، للاسف انه يكون يعني نجتمع بعد تدخل الجهه التشريعيه الدوليه في العالم، ولكن هذا ما حصل. اوصى طبعا الاتحاد الدولي بعقد جمعيه عموميه في بدايه يونيو القادم ان شاء الله، وفي نفس الوقت يكون هناك اجتماع الجمعيه غير عاديه لطبعا المصادقه على تعديلات النظام الاساسي. الفيفا الان ينتظر من الاتحاد السعودي لكره القدم ارسال النسخه النهائيه او مسوده النظام الاساسي بعد انتهاء من يعني بعد مراجعه من شركه ديلويت، وننتظر ان شاء الله هذا النظام ياتينا خلال الايام القادمه، ويرسل الاتحاد الدولي طبعا الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي في نفس الوقت لمطابقته على النظام القياسي طبعا المعتمد من قبل الاتحاد الدولي. وهذا النظام القياسي يجب ان لا تكون هناك اي انظمه في العالم خارجه عن نطاق بعض المدن الرئيسيه للأنظمة المشرعة للاتحاد الدولي. هذا واحد. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن يعني في مجلس الإدارة اليوم ننظر على أنه لا يوجد خاسر في هذا الموضوع ولا يوجد فائز. لم نعلق بأنه إحنا انتصرنا فيها في معركة، ولم نعلق لم نكن هناك في معركة ولم نكن هناك حرب بيننا وبين الأخوة في الجمعية العمومية. أعتقد كلنا هدفنا واحد. اليوم ننطلق إلى 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 منطلق جديد، ننطلق إلى مجال أرحب وواسع إن شاء الله من التعاون، ويجب أن يعني أن نعمل جميعا إن شاء الله لتقديم عمل مميز خلال الفترة القادمة. جميل، أحييكم أبو بدر على هذا الموقف والرؤية في مجلس إدارة الاتحاد. ولكن السؤال، الجمعية العمومية من ضمن تحفظاتها وما رفعت للفيفا، بالإضافة إلى تعطيل ما سمي بتعطيل الجمعية العمومية، وكما أشرتم بأنه أمر من الفيفا، وإذا بالفيفا يأمركم بالتعجيل في عقد الجمعية، كانوا يتحفظون على إخفاء الميزانية لعامين متتاليين، يتحفظون بما سموه خرق وعدم الحياد إزاء اللجان القضائية، تحفظهم أيضا على مسألة التعدي عليهم من قبل عاملين وأعضاء في الاتحاد ووصفهم أيضا بالتزوير وللإضرار بالاتحاد. ما هو الموقف الذي لا نعرف نحن كوسط رياضي موقف الفيفا تجاه هذه الشكاوى أو الاتهامات تحديدا؟ شوف يا أبو عبد الله، طبعا عدم عقد الجمعية العمومية العادية كان لأسباب احنا ذكرنا، بأن هناك خطاب من الاتحاد الدولي فيما يخص التمثيل. أعتقد أنه الاجتماع طبعا حيكون في جون بعد 3 أشهر من الآن، النظام الأساسي حيكون في الاتحاد الدولي والاتحاد الأزرق خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من استلام إن شاء الله من الشركة.
شيء طبيعي انه وهذا ما حصل في المناقشات مع اعضاء الوفد الفيفا بانه التمثيل حيكون للكيانات لن يكون للاشخاص. جميل. وبالتالي تحفظنا على هذا الموضوع تحفظ كان واقعي. الكيانات اللي هي الانديه او ايضا اللاعبين المحترفين والهواة والروابط والروابط هذه معاكم ايضا ستظل؟ لا الطبيعي لا انا اتكلم انه النظام الاساسي الجديد هو الذي سوف يحكم من يمثل الأندية والهيئات والروابط في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم. وبالتالي يعني تحفظنا على هذا الموضوع في الماضي اعتقد انه كان تحفظ منطقي جدا. خليك جدا. ابو بدر، هل هو كان تحفظ شخصي ام تحفظ من الفيفا كما كنتم على الاقل تقدمون للوسط الرياضي؟ طبعا يعني احنا لو يا اخوي ابو عبد الله وفد فيفا يعني لما يتهم اتحاد كرة القدم بانه عطل يعني منظومه اجتماعات الجمعيه العموميه خلال هذه الفتره الماضيه ولم يكن لدى اتحاد كرة القدم اي سند قانوني فالطبيعي انه لن يكون رد يعني تقرير الفيفا او بيان الفيفا اللي صدر مساء امس بهذا الشكل. لا البيان كما قرانا يدعوكم الى التعجيل فورا. هذه نقطه. لا سؤالي طيب واضح بعدها. سؤالي واضح ابو بدر، هل كان بالفعل تعليقكم لعقد الجمعيه بامر من الفيفا؟ هذه سؤالي الواضح، بامر من الفيفا كان او بوجهه نظر من مجلس اداره الاتحاد؟ تعليق الفيفا ولا تعليق الجمعيه عدم انعقاد جمعيه؟ بناء على خطاب الفيفا يا ابو عبد الله، وهذا ذكرناه كثير. هذا ذكرناه كثير. اليوم القضيه مش قضيه امر، اليوم احنا والجمعيه كلنا يعني انه حضر وفد من الفيفا للفصل في خلاف في فهمنا للنظام الاساسي بناء على الخطاب الموجود لدى الاتحاد، يعني وتحدثنا مع الاخوان بانه هذا الخطاب موجود عندنا بالاداره القانونيه الاتحاد الدولي، والاخوان في الجمعيه تحدثوا يعني بما فيما يخصهم في هذا الموضوع. الفيفا فصل في هذا الموضوع، عقد الجمعيه بعد انتهاء النظام الاساسي حينتهي النظام الاساسي سوف يصاغ بناء على النظام القياسي الدولي الذي ينص على التمثيل للكيانات والروابط، فننتهي من هذه المعضلة. الخلاف كان على هذا الموضوع في الأساس في عدم عقد الجمعية. طيب. وبناء على خطاب طيب. الفيفا. أبو بدر هذا الجمعية تفضل أبو عبد الله تحدث عن موضوع يعني أكثر من مرة، وحتى يعني كنت ضيف أحد البرامج البارح وتحدثت عن موضوع الإخفاء. أنا أتكلم معك كعضو اتحاد كرة القدم وكمتحدث رسمي ورئيس اللجنة المالية، لم نخفي شيء. نحن انتقلنا من النظام الحكومي، من نظام النقد إلى نظام الاستحقاق في ميزانية 2013 وانهيناها وحسابات ختمية جاهزة ومدققة. ميزانيات 2014 انتقلنا أيضا إلى نظام التجاري، يعني طبقنا نظام، أصبح عندنا قوائم مالية بدل ما كانت العملية مصروفات وإيرادات. انتهينا من هذا الموضوع ومدققة، لكن كيف أنت يعني كيف انا كرئيس لجنه ماليه اقدم هذه البيانات وهذه القوائم الماليه الى الجمعيه العموميه عبر ايش؟ عبر ايميلات مثلا او عبر رسائل؟ لازم يكون في اجتماع عشان اقدم، وبالتالي عمليه اخفاء، كلمه اخفاء وتكرارها بهذا الشكل غير مقبول تماما. فانا مسؤول عن هذه الامور، انا مسؤول عن اي مشاكل في الامور الماليه انا اتحملها شخصيا في هذا الموضوع. جميل. كمتحدث رسمي وكرئيس لجنه ماليه اتحملها تماما. طيب ابو بدر، ممكن اوقف معك على هذه؟ ممكن يعني الاتحاد الدولي حينما طالبكم بعقد الجمعية العمومية والجمعية غير العادية بشكل فوري من أجل المصادقة على تعديل النظام الأساسي، في المقابل أنتم كنتم يعني ترون لا يمكن انعقاد الجمعية بدون التعديل بأمر الفيفا، أيضا الجمعية العمومية كانوا يتحدثون فلنعقد الجمعية العمومية ونصادق على التعديل داخل الجمعية، وكأنكم تقولون لهم نفس الكلام. أنت الآن تقول لي كيف أعرض عليهم القوائم المالية عبر الإيميل، هم أيضا يقولون كيف نصادق على تعديل النظام الأساسي، نعدل في الإيميل ولا في بيوتنا؟ أول فهم نفس الكلام. لا 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 لا, لا معلش، هو نعم هذه وجهة النظر مقبولة ومنطقية. وجهة نظر الأخوان في الجمعية في هذا الموضوع نوعا ليست كلها خاطئة، في شيء من المنطقية، ولكن فهمنا لخطاب الفيفا بأنه قضية تمثيل. قضية تمثيل، يعني أنا أتكلم اليوم عن اجتماع عادي، ليس اجتماع غير عادي، اجتماع عادي لما أدعو لاجتماع عادي يجب أن تمثل الكيانات. لو دعيت إلى هذا الاجتماع بدون هذا التعديل لن يحضر الكيانات، سوف يحضر أشخاص. طيب أبو بدر، أنت كلامك جميل جدا، خلني أوقف عند نقطة مفصلية. هل سنشاهد في الاجتماع المقبل تغيير في بعض أسماء أعضاء الجمعية العمومية؟ وهل كما قيل بأنه ينبغي أن يتمثل من ضمن أعضاء مجلس الإدارة
في النادي أو في الكيان؟ طبيعي طبيعي. لحظة خليني أكون دقيق في هذا الموضوع. متى ما انتهى التعديلات النظام الأساسي وأسلت إلى الفيفا وطبق النظام القياسي عليها فحيكون تمثيل الكيانات. فالمطلوب من اتحاد القدم من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن يدعو إلى هذا الاجتماع ويخاطب الأندية والروابط والكيانات لتحديد ممثلوها. فمن يحضر في الاجتماع بناء على خطاب من نادي أو من الرابط أو الهيئة أو اللجنة الأولمبية هو الممثل الرسمي لهذه الجهة. حتى لو ما كان في النادي أسأله. يسألك أحمد الشمراني، حتى لو ما كان عضو عامل بشكل رسمي في النادي، يعني مثل حالة خالد المعمر الآن. في فقرة مهمة، في فقرة في حسب علمي أنا، وفي فقرة في النظام القياسي تنص على أن العضو يجب أن يكون له موقع رسمي في نادي. طيب أسألك سؤال، أحمد عيد دخل وأيضا بخاري دخلوا وأيضا محمد المغلوث دخلوا كخبراء اللجنة الأولمبية وهم أيضا أعضاء في الجمعية العمومية، هل معنى ذلك أنهم سيقصون باعتبار أنهم غير ممثلين للجنة الأولمبية بشكل حقيقي وإنما كخبراء؟ إذا هذا الموضوع متروك للجنة الأولمبية العربية السعودية. يعني ايضا هذا متروك ايضا للانديه حينما ترى مثلا المريسل او ترى مثلا المعمر او غيره. نكتب للروابط والهيئات للجميع. من يمثل الان في الجمعيه العموميه سوف يكتب لمرجع في هذا الموضوع. اذا تم اختياره بناء على اساس قانوني سوف يمثل هذه الجهه في اجتماعات الجمعيه العموميه العاديه ان شاء الله. جميل. ابو بدر قبل لا اختم معك، انا سالتك عن التحفظات الثلاثة أو الأربعة فيما يتعلق بالمالية وما يتعلق بالخروقات فيما يتعلق باللجان القضائية وغيرها. نعم. ماذا نعم. قالوا لكم الفيفا ولم يذكر في البيان؟ لا شوف الفيفا يعني ما ناقش هذه المواضيع بهذا الشكل. يعني هو الفيفا اجتمع مع ممثلين طبعا في البداية مع مجلس الإدارة ايضا مع الاخوان بعض اعضاء الجمعيه العموميه وممثلو الانديه. احنا احضرنا مجموعه من الانديه، من ممثل في الجمعيه ومن هو غير ممثل، وعلى مستوى على كافه المستويات. يعني حضر انديه من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه ومن الدرجه الثالثه، حضروا جميعا هذه الاجتماعات. واستمع طبعا مندوب الفيفا لجميع الردود من الاخوه الاعضاء، سواء ردود يعني شكاوى او يعني وجهات نظر في امور معينه. هذا جانب. انا بس ودي اعلق على قضيه الجهات القضائيه او الهيئات القضائيه. يا اخوي ابو عبد الله، النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكره القدم يعطي الحق في اختيار اعضاء اللجان القضائيه لمجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم. للاتحاد السعودي الحق في اختيار أعضاء رئيس وأعضاء الجهات الهيئات القضائية. هذا حق لمجلس الإدارة. أي مادة هذه؟ أي مادة اللي تقول من حقها الرئيس والأعضاء؟ نعم هذا موجود في النظام الأساسي. أنا ما أعرف ماني حافظ المادة. يختار الرئيس والأعضاء. نعم. ويحلون نعم. الرئيس والتعيين والحل. لا ما كلمة الحل هذه مش موجودة. طيب هذه نقطة. إذا أنتوا حليتوا لجنة الاستئناف، معليش اسمح لي، أنتوا حليتوا طيب لجنة الاستئناف برئاسة الدكتور هادي اليامي وهي لم تكن مذكورة في النظام الأساسي. طيب. أيضا طيب هل يمكن التعيين سؤالي بشكل واضح، هل يمكن التعيين أيضا بدون الرفع للجمعية العمومية؟ لا تعيين إيش؟ تعيين اللجان القضائية. طبعا هذا حق لمجلس الإدارة، هذا حق في النظام الأساسي لمجلس الإدارة وفي نص واضح. طيب. والحل مش مذكور. لحظة بعلق طيب أعطيني فرصة. لمجلس الإدارة الحق في تعيين رؤساء ونواب وأعضاء الجهات القضائية أو الهيئات القضائية، هذه واحدة. الشيء الثاني، الحل ما هو موجود في النظام الأساسي، لكن في فقرة في النظام الأساسي تقول هذه الفقرة تقول إنه أي موضوع لا يوجد أو مادة أو عفوا لا يرد فيها نص يحال الجمعية لمجلس الإدارة لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ القرار في هذا الموضوع، اتخاذ القرار ويعرض على أقرب اجتماع للجمعية العمومية للتصديق. طيب حينما تمحل يعني لحظة أبو عبد الله واحد لا تروح بعيد. طيب أنا أتكلم الحق لمجلس الإدارة في أي شيء لم يرد فيه نص في النظام الأساسي ويتخذ هذا القرار من مجلس الإدارة ويعرض على أقرب اجتماع للجمعية العمومية، يعرض على أقرب اجتماع. يعني تعيين أحمد عيد كون ما في أو عفوا اختياره كممثل للمملكة في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي هو اختيار قانوني
لأنه تم اختياره وفقا للنظام الأساسي. جميل. ويعرض على الجمعية في أول اجتماع، يعني إذا كان اليوم ما عندنا وقت لعرض على الجمعية العمومية يعتبر معتمد وانتهينا من هذا الموضوع. جميل. في الاجتماع القادم للجمعية جميل. العمومية. أنا بس بحولك على عدنان جسرية عنده سؤال أبو بدر على أساس نكسب الوقت، فقط في مسألة حل لجنة الانضباط وحل لجنة الاستئناف لم يعرض على الجمعية العمومية لأن طال الاجتماع ولم يعرض. عدنان جسرية معك. مساك الله بالخير. الله بالخير يا سمير. اولا نحن بعض المصطلحات ناخذها وما انا عندي تحفظ على مصطلح تقصي الحقائق وهو التقييم الحقيقي الفيفا تقييم عمل الاتحاد السعودي بناء على الاتهامات الا جات من هذا، فما في شيء اسمه تقصي حقائق، ونحن للاسف نساعد في دعم مثل هذه المصطلحات الغير صحيحه. عدنان يقول هو تقصي حقائق. لا هم غلط. هو جاء هذا تقييم عمل الاتحاد السعودي بناء على الشكوى هذا، ما في شيء تقصي حقائق، وهذا يجب ان احنا نخرج عن الاطار ده والمصطلحات دي. الحاجه الثانيه بالنسبه لانه كيف اختيار العضو، هل انه والله الان مجلس الاداره نحن ما نقدر نضمن انه هو يستمر فتره طويله حتى يكون لازم عضو في مجلس الاداره او عامل، لكن أنا في رأيي يعني وهذه وجهة نظر، ألا يحق أنه يكون اختيار العضو برضو من خلال الجمعية العمومية للنادي مو هو لمجلس الإدارة؟ أنا في رأيي كمان هذه يجب أن تنظر في يعني مو معقول أن أنا بكرة يروح الرئيس زي الأمير زي خالد بن معمر مشي المراسل الرئيس مشي، لكني انا يهمني الاداره حتروح، الكيان هو اللي يبقى، الكيان هو اللي يبقى، اذا حتى لابد انه يمر عن طريق الجمعيه العموميه للانديه، هذه اللي اتمنى. في حاجه ثانيه انت ذكرتها انه بالنسبه للاعب سعيد المولد انه انتوا اعطيتوا موافقه، الا نعرفه من خلال تصريح او ما شابه من ذلك انه لا لم تسمحوا له، لكنك انت في تصريح لك مؤخرا انكم انتوا اعطيتوا له الضوء الاخضر، ابغى اشوف هذه ايش ال طيب تفضل ابو بدر. طيب التناقض في الموضوع. لا تفضل اسمح لي يا حبيبي. تفضل. الاولى الفقره الاولى طبعا هذا فهمنا للموضوع حسب خطاب الفيفا الاول اللي طبعا عطل موضوع عقد الجمعيه العموميه بصفه رسميه بانه يجب ان يكون الممثل ممثل للنادي وان يكون في موقع رسمي، هذا موجود في خطاب الاتحاد الدولي. اذا استمر هذا يعني استمر قضيه انه يكون في موقع رسمي فطبيعي انه هذا حق للنادي في عمليه الاختيار، واكيد انه حيكون في تغيير في المنظومه الاعضاء الجمعيه العموميه في الفتره القادمه، هذا جانب. الجانب الثاني أنا تحدثت مرتين عن موضوع اللاعب سعيد المولد. يمكن يعني عاطفيا أكيد أنا أميل لكلام الأستاذ أحمد الشمراني فيما يخص أنه يعني اللاعب له الحق والحرية، والاتحاد الدولي دائما يسعى لتهيئة الظروف المناسبة للاعب بين يعني يمارس لعبة كرة القدم بدون ضغوط. هذا جانب ويحرص عليه الاتحاد الدولي وحتى الاتحاد الأوروبي وفيه قوانين كثيره لحمايه اللاعب، هذا جانب. الجانب الثاني النظام الاساسي عندنا اليوم الموجود اللي عليه الاشكال يعطي الحق في التقاضي للجهات القضائيه خارج المملكه لاعضاء هذا الاتحاد. الاتحاد هو المظله للانديه والروابط والهيئات. اللاعب ليس عضوا يعني ليس جزءا من الاتحاد، هو من داخل منظومه النادي. فالحق للنادي حق للرابطه للهيئه للتقاضي خارج الحدود. لما طبعا محامي اللاعب رفع هذا الامر للاتحاد الدولي ورفعها عفوا لمحكمه الكاس، محكمه الكاس احنا زي ما احنا نقول مثل ديوان طيب. ديوان المظالم او المحكمه الاداريه تتقبل اي شكوى جميل. تتقبل اي شكوى ما دام انه هذه الشكوى وصلت الى اليها. المفروض الان وهذا اللي حصل بانه محكمه الكاس محكمه رياضيه هي طبعا خاطبت الاتحاد السعودي لكره القدم لاستفسار عن لمرئياته عن هذه القضية، وإحنا حنرد أو ردينا تقريبا خلال اليوم أو بكرة حيكون الرد موجود محكمة الكاس. جميل. المحكمة طبعا حسب ما أنا أعرف بأنه تحدد يعني محامي للمدعي عليه هو محامي اتحاد سعودي لكرة القدم ومحامي المدعي وفي رئيس لجنة قانونية أو محامي المحكمة حيكون حاضر. وللفصل في هذا في موضوع الاختصاص في البداية في الفصل في موضوع الاختصاص، إذا كان المحكمة لها اختصاص في هذا الموضوع فطبيعي أنه حتختص فيه وحتى حتمشي الإجراءات، إذا لم يكن هناك أي اختصاص فتعاد يعاد الموضوع مرة أخرى
الى الاتحاد السعودي. جميل. الاستاذ عدنان المعيبي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكره القدم، شكرا جزيلا لك. جاوبنا على السؤال يا ابو معلي، بس انا ما جاوبنا على السؤال انه ليه رفضته والان قلتوا انه هذا وافقنا. وافقنا اذا كان انه يجوز للاعب. لا لا، قال لك احنا واضح كلامه، قال لك احنا رفضنا لان اللاعب عضو، يعني ليس عضو من اعضاء الجمعيه العموميه وانما يتمثل مع نادي. لما رفع اللاعب لمحكمه الكاس شفنا انه طيب. ابو شوق انتم عضو في الجمعيه العموميه بصفتكم نادي بس الخليج. بس ما خليك نكمل كلامي، بجيك بعطيك الفرصه كامله بضيع. طيب انتم عضو متمثل في الجمعيه العموميه، رئيس النادي هو العضو الاستاذ فوزي الباشا، كما يبدو لي انه فوزي الباشا يصطف مع الجهه المعارضه لمجلس اداره الاتحاد، هل هذا صحيح؟ وايش تحفظكم كنادي الخليج على عمل الاتحاد؟ هو اخي عبد الله الاستاذ فوزي مثل ما انت عارف هو عضو في لجنه تعديل النظام. تعديل النظام، فموقفنا يعني قريب مع الاخ فوزي عده امور، يعني اللي قال الاخ ابو بدر جزء من النظام المحاسبي اللي قال انه بصفتي عضو سابق في اللجنه الماليه، كان قال ابو بدر موضوع التنظيم المالي وهذا كله صحيح. يعني في تنظيم مالي ما أقر للأعضاء الجمعية وما كشف، هذا شيء ثاني، لكن كتنظيميا قايم بالشغل بالتمام. طب أنت عضو في الرابطة؟ أنا الأستاذ فوزي هو العضو في الرابطة ممثل النادي. يعني أول شيء هذا الاتحاد وقفنا نتكلم على فوزي أكثر مرة، هذا الاتحاد جاء عن طريق نظام أساسي صحيح منقوص في أخطاء، لكن نظام أساسي قامت عليه الانتخابات وشكل هذا الاتحاد. الجمعية العامة، الجمعية العمومية العادية يدعو لها رئيس اتحاد القدم، رئيس مجلس إدارة اتحاد القدم، ولا تحتاج لها أي شيء بدون أي مطالبة، مرتين في السنة على حسب ما أعرفه لم يعني تنفذ الجمعية العمومية العادية إلا تطرح فيها اللي قال فيها الأخ أبو بدر الميزانيات الأخطاء غيره، ما في أي علاقة. فوق هذا كله في نقطتين في موضوع الخلاف اللي صاير. النقطة الأولى أنه أعضاء الاتحاد القدم هم كلهم جزء من الجمعية العمومية، تتفاجأ لما يخاطب اتحاد القدم يخاطب الجمعية العمومية، يعني هم يخاطبون نفسهم تقريبا، هم جزء من الجمعية وهو الصفة التشريعية الجمعية العمومية. حسسونا الآن وكأنهم ليسوا الاتحاد السعودي لكرة، الجمعية والاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد هم الاتحاد السعودي بالضبط لكرة القدم. بالضبط. الآن وكأن احنا نتعامل مع خصمين بالضبط متنافسين وليس وهي الجهود. والسلطة العليا هي الجميع العمومية ككل، يعني اللي موجود اليوم مش اختلاف، خلاف واضح انه في خلاف كبير، خصوصا على من تجي على عقد جمعية عادية ترفض انها تقوم سنتين. اليوم الخطابات واضح انه في الزام، في الزام امر بقيام جمعية عادية، بل مكتوبة، حتى اخذت الترجمة واخذت الخطاب الاخ فيكم اللي طلع في احد القنوات واخذت بالضبط ترجمة مكتوب لك فيه انه يجب عليهم عقد الجمعية العمومية الغير عادية في نفس الوقت إلى التعديل. إذا في مشكلة واضحة. النظام الأساسي يعني موضوع الخلاف على موضوع من تمثيل الكيان، مع احترامي هذا النقطة الكل مجمع عليها، المعارضين يعني يقولوا الموالاة أنه يجب تغيير النظام، أنه ما يتغير الممثل إلا بالرضا والوفاء، ما في رضا خلاف. طيب. كانت إلا اللي ساير اليوم أنه في تغييب للجمعية واضح في الموضوع الاشياء الروتينيه متعمد ولا قانوني؟ يعني هم يقولون قانوني، ذيك ما في قانوني، كيف قانوني؟ هو يقول لك الفيفا هو اللي لا لا ما في في الجمعيه العامه الان هذا الاتحاد اذا كان هذا النظام الاساسي ما يمشي، اذا هذا الاتحاد ما هو ماشي. لا، النظام الاساسي هو يعملون فيه الانضباط، في الامان، اللجان كلها تشتغل، تشكيل الاتحادات، الاتحاد كيف كله وفق النظام، كله بالنظام الاسياسي. معلش، والجمعيه العموميه العاديه تشمل فقط الشيء الوحيد في التعديل اللي يطالب فيه الجمعيه العامه الغير عاديه اللي يطالب فيه وفي تصويت، بس الجمعيه العامه العاديه اللي يدعو لها مجلس الاداره. هل اتحاد القدم مثل الاستاذ احمد عيد اعلن طالب في جمعيه عامه عاديه؟ ما طالب، احتمال لجي اليوم خطاب واضح وصريح بطرح اليوم. وهذا الشيء انا اتفق مع الاخ ابو بدر، يعني في اشياء تنظيميه كثير جاهزه في اتحاد القدم الا واضح انه في خلاف يعطل صراع ما طرحوه للناس، وهذا الشيء اللي خلى المواضيع تروح الى، لكن يجب لا نشكك في اعضاء الجمعيه الكل يهمه مصلحه بس بشكل سريع. يعني ايضا اعضاء الجمعيه العموميه ما اعطوا مجلس اداره الاتحاد متنفس، في كل لحظه تشكيك، في كل لحظه اقصاء، في كل لحظه اتهامات، يعني حتى اخر بيان كذب، تدليس، تضليل. افيدك في شغله، مين عضو، مين من اهم اللجان الناجحه في اتحاد القدم؟
المسابقات دكتور خالد مقرن عضو في لجنة تعديل النظام الأساسي ومن أنجح الناس وبعيد عن الإعلام ولجنة المسابقات أفضل لجنة كانت موجودة عضو في اللجنة الأساسية اللي كان الاتحاد القلمي ينتقدهم فيها وكان عضو فيها وناجح فيها فلا ما هو وكانت في إشارة كبيرة من أعضاء الجمعية لكن هذا الكلام يصير زي ما قال أخو بدر موضوع اللجان لو طرحت الجمعية وانطرح الشغل اللي صار في أشياء كثيرة تنحل داخل قبة الجمعية العمومية. طيب أنا معي على الهاتف الأستاذ حمود الشمري نائب رئيس نادي العروبة وعضو الجمعية العمومية. أستاذ حمود أرحب فيك وأسألك مباشرة، الاتحاد السعودي في بيان يرى أن الاتحاد الدولي أيد موقفه، بينما على الأقل نقول تغريدة الأستاذ خالد معمر يشكر فيها الفيفا ويبدي سعادته بالموقف الذي خرج به. أنت أستاذ حمود كونك عضو في الجمعية ونائب رئيس نادي متمثل، كيف ترى موقف الفيفا؟ هل أيد المعارضين في الجمعية العمومية أم أيد الاتحاد السعودي؟ في البداية السلام عليكم، صباح الخير. السلام. أنا سعيد صراحة أني أكون بين كوكب من الإعلاميين أتحدث عن موضوع الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد. طبعا لو نعود للخلف، يعني بالنسبة لسؤالك، لو عدنا للخلف شوية قليلا، كانت مطالبات الجمعية العمومية هو عقد أو مطالبات أعضاء الجمعية العمومية عقد جمعية عمومية، كان هذا هو الموضوع الرئيسي لأعضاء الجمعية العمومية. فلو نعود للخلف وعقدت الجمعية العمومية ما كان ظهرت جميع هذه المشاكل، كانت جميع المواضيع طرحت تحت قبة برلمان الجمعية. جميع الملاحظات اللي يطالب فيها أعضاء الجمعية العمومية كانت حلت ونوقشت في برلمان الجمعية العمومية، لكن هو الإشكالية أنه عدم عقد الجمعية العمومية، وقد يقودنا هذا لعدة أسئلة. لماذا لم تعقد الجمعية العمومية؟ سؤال ثاني، أنا أكوني عضو بلجنة تعديل النظام الأساسي وسلم النظام الأساسي في رمضان، وكان من التعديلات ومن المواد اللي عدلت هي المادة اللي ذكرت الفيفا هي مادة الممثلين. لماذا لم يعقد المجلس اجتماع وناقش هذه المواد؟ هناك أسئلة كثيرة صراحة. هم يقولون لكم الفيفا، الفيفا من الأستاذ أحمد الخميس يقول الفيفا هو اللي طلب تعديل أولا ثم عقد الجمعية. سؤال يمكن يسأل المتابع البسيط، أين التعديل؟ أين يكون التعديل؟ يكون في الأندية أم بالجمعية العمومية؟ أين يكون التعديل؟ لابد في الجمعية العمومية على أساس أنه يكون في تعديل للمادة اللي هي مادة التمثيل والكيان. عدم عقد جمعية عمومية هو بداية الإشكالية وهو نهاية المشكلة. جميل أستاذ حمود، خلني أنا أوقف معك في بيان الاتحاد السعودي وأيضا بيان الفيفا. ليش ما تعترفون بكل روح رياضية بأنكم هزمتم بالضربة القاضية؟ أنتم كنتم تبشرون إلى حد حل الاتحاد، كنتم تحدثون عن نقاط يعني ساخنة منها خرق للنظام الأساسي، التعدي على اللجان القضائية، اتهامات بحقكم كأعضاء جمعية عمومية. جاء الاتحاد الدولي وكأن أدار الظهر لكل هذه الاتهامات، قال فقط عقدوا جمعية وكل واحد يصلح سيارة الثاني. ليش ما تعترفون؟ والله شوف، انا ضد المع او فائز وخسران او خسران وفائز، هذا الطرح انا ضده، لا اقف معه. بالاول والاخير جميعا نسعى لمصلحة الكره الرياضيه، ودائما نسعى للمصلحه العامه. كون فيه طرف خسران او فائز، لا، المجلس ما انتخب الا من الجمعيه العموميه، ونحن ندعم المجلس، وهذه الملاحظات ما هي ضد المجلس ولا هي نشكك في المجلس، لكن هناك ملاحظات لابد ان تناقش مع مجلس الاتحاد تحت قبه الجمعيه العموميه، والملاحظات قائمه الى الان. خطاب الفيفا ليس مع او ضد، ليس انتصارا لطرف دون طرف، لا، هو انتصار للديمقراطيه الرياضيه، هو اكمال للديمقراطيه الرياضيه. من الطبيعي أن تحدث هذه، لكن قد يكون التجربة الديمقراطية عندنا جديدة أو وليدة عهد، فنستغرب هذه الـ 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 هذا الصراع، أو أنا ما أحب أني أسميه صراع، قد أنه ملاحظات لو كانت تحت الجمعية العمومية كان سمعنا من مجلس الاتحاد جوابه عن هذه الملاحظات. قد نقول لو عقدت هذه الجمعية العمومية وطرحنا هذه الإشكاليات على المجلس،
جميل. طيب استاذ حمود بشكل سريع، انت تتحدث الان ان الملاحظات لا زالت قائمه، هل سنشهد ايضا مطاردتكم لمجلس الاداره في الاجتماعات المقبله، خصوصا في النقاط اللي انا قلت ان هي نقاط ساخنه، ستطالبونهم في مساله اللجان القضائيه، في مساله الخروقات ما يتعلق بالميزانيه، في كل مسائل اللي سميتموها جمدتوها خلاص انتهت ولا لا حتطاردونهم فيها؟ لا 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 لا، هو هو كل النقاط لم تنتهي. في الاجتماع القادم باذن الله بحضور الفيفا ومراقبه الفيفا والاتحاد الاسيوي وحضور المجلس سوف تكون جميع الملفات حاضره في هذا الاجتماع، جميع هذه التساؤلات تكون حاضره في الجمعيه. وهذا يفترض انه معروض ويفترض انه في الجمعيات السابقه، لكن قدر الله وان شاء الله باذن الله تكون بدايه جديدة لعهد جديد بإذن جميل. الله وتدفيق لعمل ديمقراطي بإذن الله يكون جميل. في سنوات قادمة بإذن الله. جميل. أستاذ حمود الشمري عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي، شكرا جزيلا لك. أحمد وقفت عندك حل الموقف من جانب. هو المشكلة أبو عبد الله أن الآن طول العمر خرجنا عن ما كنا نتحدث فيه في الحلقات السابقة، لا أقصد بهذا البرنامج، كثير من البرامج كانت النظرة قبل وصول طبعا أعضاء الفيفا مختلفة تماما عن السياق اللي بنشوفه الآن. كان هناك من يؤكد بأن مسألة سحب الثقة مسألة وقت ليس إلا لكن الحدث اللي كنت أنا أقوله دائما وأكرره في برامجنا وفي غير برامجنا، حتى في جريدة عكاظ قلت يا جماعة الخير لا يمكن لجمعية عمومية بهذا الشكل أن تسقط الاتحاد. الاتحاد يمتد شرعيته من خلال الانتخابات، في أخطاء نعم، في عمل نعم، لكن اللي بيقولوا الآن إنه هذا انتصار للديمقراطية، هذا ضربة في مفصل رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية. محمد، أنا من يوم استلم الاتحاد السعودي كرة القدم حتى الآن ما أعطي شهرين يفكر إنه يعمل، منذ مع إخفاق المنتخب المتواصل أيضا شنوا حملة وكأن الاتحاد السعودي كرة القدم حضر للاتحاد بالانتخابات فقط عشان منتخب وليس على رعاية كرة قدم. اللي يجري اليوم أنا ما أسميها لا انتصار ولا أسميها خسارة، بقدر ما أقول أنه أسميها تثقيف. غير أنا ما كان يفهم في القوانين وأنا واحد منهم، لكن الآن اطلعنا على شيء جديد في 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 في, في كنا نسمع من خلال الأخوان في أعضاء الجمعية أنه في خروقات تؤدي، هناك فساد وهناك وهناك وهناك، وفي النهاية هذه تؤدي إلى سحب الثقة من الاتحاد. الآن اللي سمعناه اللي بنسمعه الآن خطاب أنيق وخطاب هادي، وإن كنت أعتب على أعضاء الجمعية العمومية اللي هم أصل كرة القدم إذا كان سلمنا بدورهم الإيجابي أنهم يرضوا بإصدار بيان بهذه الهشاشة وبهذه اللغة، جمعية عمومية محترمة هي اللي يشرع زي ما يقولوا وهي اللي يبحث. خلني أكمل بس أبو فارس وأعطيك الحوار، ويحدث منها هذا الأمر، فأنا كرئيس الاتحاد السعودي كرة القدم أول موضوع يجب أن يفتح مسألة الاتهامات اللي في البيان دي، هل وقعوا أعضاء الجمعية العمومية كلهم على هذه العبارات اللي لا تمثلنا كمجتمع؟ في البيان مكتوب أغلبية أعضاء، بغض النظر يعني وكانوا مجموعة يعني. حتى لو أغلبية إيش؟ أغلبية حدد لي بالأسماء، أما أنا ما أعطيتك وكالة شرعية إنك تتكلم بلسان المعترض يقطع يقول أنا معترض. محمد أنت هذا الخطاب كان يفترض الليلة أنه يكون الأساس في محورنا. لا نتحدث خطاب خطاب سيء. إذا كان هذا خطاب سيء خلينا نتفق أنه خطاب سيء. لا هذا ما يدخل فينا عليه، خلينا خطاب سيء. البيان يقول أغلبية أعضاء الجمعية العمومية. طيب. وهم يتكلموا عنهم يملكون الأغلبية. المعترض على الخطاب من بينهم يطلع يسجل موقف. طلعوا اثنين ثلاثة، لكن أنت وأنا وعدنان والثاني والثالث بعيد عن احنا مع مين ومع لا لا خلينا سيب التهميش، خليك تقول للناس انكم كذابين ومدلسين. الالفاظ اكيد مرفوضة. طيب هي الالفاظ، الخطاب ما الخطاب 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 ما حوى على احتجاج، حوى على لغه لا تمثل جمعيه عموميه ولا تمثل رياضه ولا تمثل انتخابات ولا تمثل. طيب هذا رئيس نادي النصر، عفوا ابو محمد، رئيس نادي النصر طلع امام الملأ. ايوه زين. ايوه ويعني قال انذار. ايش قال؟ لا لا وجه اتهامات لجنه الحكام. ايش قال؟ ابدا استياء او تحفظ. طيب. قال لهم مستعد اقعدوا في بيوتكم وانا اصرف على الحكام. هذا معليش وجه دقيقه. طيب عوقب ولا لا؟ وجه تحفظ على لجنه الانضباط.
عوقب ولا لا؟ وثم وجه انذار اخير. عوقب ولا لا؟ عوقب. الان من سيعاقب الاخوان دول اللي وقعوا على خطاب المبتذل ذا اللي في لغه هابطه لا تمثل مجتمعنا؟ في اعضاء في الاتحاد قالوا كلام. بغض النظر مالي مال اعضاء، انا اول شيء وها محمد ارجع للنقطه الاساسيه وكنت اقولها دائما ان الرياض كانت تحل مشاكل، الان نجيب ثلاثه انفار من سويسرا عشان يحللون مشكله بهذه بهذه البساطه. جميل. الامير عبد الله بن سعد قلت له نزه نفسك وابعد، وانت انت انت مظلتنا، انت اللي حل مشاكلنا. ما يحل مشاكلنا بيان بهذه الصيغه. الامير عبد الله قصدك انه صار طرف في القضيه؟ مو طرف، الامير عبد الله بن سعد حتى اسمع كلام كثير لا يتدخل السياسه، انت رئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه، انت لما بتشوف خطا بدون ما احد يدري حتحله، لكن اترك لهم يتصارعوا حتى يجيري وفد وفي النهايه اسمع هذا البيان من الجمعيه العموميه. كده حد يقولوا انه اتدخل، بقول له اتدخل قدام الناس وما اتدخل، لكن اللي ببحث عنه يا عدنان ابحث عنه ما هو تدخل، اللي ابحث عنه ايجاد حل. بذمتك وانت تقرا البيان، تقرا البيان بيان الجمعيه، ايش اللي جاء عندك عدنان؟ شوف شوف انا اقول لك حاجه واحده، اول اللي حصل ده لا نقول انه والله يعني نفخفخ الامور زي اول ونقول يا الامير وانك انت اللي حترعى وانت وانت وانت، هذا الكلام هذا زمان. الان في عندي انا مؤسسات يجب ان هي تقوم بدورها. بس مؤسسات ما تعرف النظام، انا اقول لك خلينا تشتم. طيب خلينا اخلص كلامي. شوف انا اللي شفته ذا الحراك اللي صار، الحراك اللي صار حراك صحي جدا ممتاز. والله انا ما بنسمي حراك، والله كشف عورك. خليني اخلص كلامي انا، تقاطعوني. طيب خلينا نسمع عدنان. انا اعتبر اللي قامت به الجمعيه العموميه بكل الايجابيات وكل انتصار للجمعيه العموميه، لانها هي لو جلست لي زي ما بيصير في الانديه جمعيات عموميه غير فاعله ومعطله، انا ما ابغاها. أنا هذا انتصار قوي، أهني الجمعية العمومية لأنه وضعت في أنه أنا هنا كأعضاء جمعية عمومية لنا دور. إيش السبب في اللغة المبتذلة اللي صارت؟ أنا أقول لك السبب، الإعلام. شوف أنا أقول لك حاجة، أنا خلوني أخلص كلام، أنتوا كأنكم متفقين كيف تقدروا أنكم تخلصوا تعطلوني في الكلام. أنا ما شفت أحمد من سنتين. صلي على النبي. لا 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 لا، صاحبك زميلك زي كده الأخ فهد، خش عليه عشان لا يكمل فكرة. والله العظيم فهد مين؟ الطخيم. شايف فهد مو بجميل، قريب يا أخي. طيب شايف أنا أقول لك، تعال شوف الفترة اللي فاتت إيش الإعلام في البداية، وأنا أخص القنوات الفضائية، كلهم كانوا ضد مين؟ أحمد عيد، وكانوا واضعين كلهم عادي. أنا أقول لك شوف، ترى ما كان إعلام بيمارس دوره، والله أنا أتكلم لك هذا، كان إعلام موجه. أنا إعلامنا كان هو اللي يدير اللعبة، هو اللي يدير الآن. يعني أنا أعطي لك واحدة من واحدة من القنوات كانت قائمة ضد أحمد عيد، إلين جاتها مكالمة من شخصية كبيرة، ما عاد يجيبوا سيرة إنهم هم يكونوا ضد أحمد عيد. شخصية كبيرة يعني رئيس نادي، رئيس اللجنة الأولمبية، أكبر رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب. أنا أقول لك الشخصية، حتى يعني الضيوف يتم اختيارهم عشان لا يجوا انهم هم يصيروا مع الجمعيه. معلومه ولا تحليل؟ شوف اقول لك، نحن ترى هم بيحسبوا. لا ابو فارس انا اقول لك كلام خطير وشخصيه كبيره. معلومه ولا تحليل؟ اقول لك انا حاجه واحده، انا بالنسبه لي نحن لازم يعرفوا هذول اللي هم ماسكين القنوات او بيتكلموا. انت ما قاعد تجاوبني. طيب الحين اجاوبك. طيب ايوه، سويت لي فيلم الان. خليني اجاوب، اقول لك خليني اوجه المذيع وتوجه. طيب خليني اقول لك، خليني معلومه ولا تحليل؟ ايوه. طب خليني اخلص كلامي انا، اعطيني. انا لما اجي كيف ابني المعلومه او كيف ابني الاستنتاج ده؟ لما انا اشوف انك انت صاحب قضيه وجاي جاي جاي اللجنه تقصي الحقائق وبرم برم وتعمل لي هيلمه، ها؟ وبعدين التقيك انت مختفي عن المشهد وكل الاشياء ذيك اختلفت وتغيرت، انا عارف انت ايش بتلعب على اية مصالح. يكون شخصيه كبيره اتصالح. الحاجه الثانيه، تلتقي الثاني اللي هو كان واقف مع احمد عيد اتغير. نحن انا بقول لك حاجه نحن ترى اللي بيصير الان والله مهزله مسخره في الاعلام الرياضي المرئي اللي موجود. شوف انا اقول لك حاجه واحده عشان تعرف ايش اللي بقول. الان قبل
ما حصل في 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 نادي الاتحاد في نادي الاتحاد لما حصل في الفترات اللي فاتت من ما يخص جمعية عمومية ما يخص رئيس نادي ما يخص من إخفاقات من خياب محمد نور أنت شفت كيف الإعلام كان هايج الآن إيش بيسوي إعلام ميت يمكن الوضع الصحيح في الاتحاد لا لا شوف أنا أقول لك الإعلام أنا محترم كل اللي بيصير لكنه تشوف إعلام موجه طيب إن لم يكن أكثر طيب. من كذا سعود أنا بترك لك تقيم كلام عدنان عاجبك الكلام هذا اللي يقوله لا خلني أنا بتكلم عن شوف أنا مع الأستاذ أحمد أنه فعلا البيان الجمعية العمومية كان بنان أقل شيء ما قال عنه غير لائق مهاترات يعني في مهاترات وفيه عبارات ما كانت جيدة وكان المفروض أن الرجل القانوني يصيغها بأفضل من كذا لكن برضو في جانب الكابتن أحمد عيد لما الكابتن أحمد عيد والمجموعة معاه يعني على طول في رحلات من كوالالمبور والزيورخ ويعرفون أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب لازم يعقد جمعية عمومية هم جالسين يعطلونها أكثر من سنتين فالناس برضو لازم تتساءل يعني اللي مترأس الاتحاد السعودي لكرة القدم ما هو جاي من البراشوت جاي يعني عمل في الأندية وعمل في الاتحادات الدولية وفي الاتحادات القارية إلى درجة أنه عضو في بطولة أندية العالم فهو يعطل الجمعية العمومية هذا برضه سؤال كبير عليه لكن أنا أقول أنه أنا وجهة نظري أنا لاني مع المعارضين ولا مع المؤيدين حقيقة ما حدث في الكرة السعودية مو هو زي ما قال الأستاذ عدنان جستنية أنه حراك أنا أعتبر أنه حراق يعني حقيقة بهدلوا الكرة السعودية أساءوا للكرة السعودية يا أخي هما الطرفين لا اتحاد الكره ولا الجمعيه العموميه ما قدموا اي شيء مجرد مهاترات ما يعرفون يشتغلون بالمعنى يعني كلام الاستاذ عدنان المعيبد انا ماني مقتنع ولا في كلام اي كلمه طبعا يا راجل هو مره من المرات كان معانا انا طالع في في في, في اذاعه اليو اف ام قال انا السعوديه حتلعب مع كولومبيا في الاخير صارت السعوديه مع الاردن صارت كولومبيا حتلعب مع مين حتلعب مع البحرين ما هو شلون غلطه شلون غلطه لا لا معلومه لا 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 كان يقول مفاوضات يمكن اعتذر الكولومبيا اعتذر كولومبيا اعتذرت عن السعوديه وبتلعب مع البحرين كلنا لا يا اخي هذا الكلام علشان كذا بس الناس هذول والله لما يكون في احتجاج على المنتخب هذا مو شيء طيب لما انا اجي التقي الاتحاد السعودي في في الفتره ذيك واني التقي الجمعيه العموميه ان هي علشان كذا انا اقول للوسط هل هذا شيء انا اقول الكره السعوديه انا اقول علشان كذا اقول للوسط الرياضي السعودي من جميع شرائح الانديه يا جماعه ترى الاتحاد السعودي والجمعيه العموميه الحاليه لن تقدم للمنتخب ولا خطوه طيب. واحده للامام عشان كذا لازلت أنا عند رأيي كطرف ثالث أن عودة الأمراء أصبحت ضرورية أصبحت ضرورية جدا جدا طيب. لإيقاف هذه المهازل لكن أنا عندي سؤال لأبو شوق يا أخي الأستاذ فهد مطوع رئيس نادي الرائد قال السابق فهد مطوع وهو رئيس اللجنة المالية في الرابطة يا أخي قال إن فيه 250 مليون اختفت وانتوا أندية على قولهم على باب تعاني على باب الله هل هذا صحيح انه فعلا 250 مليون اختفت يعني هذا جزء ابو فهد اعظم يعني احنا الان يعني انت موافق انها الى الان ولا اجتماع للرابطه رابطه ما رابطه ما احتجنا اجتماع يتحملها محمد النويس ما في اجتماعات يعني مو بعد اتحاد لا انا اتكلم لك ال 250 فعلا في 250 مليون ما اختفت ما عندي فكره بصراحه لكن نتكلم مبالغ لانه يمكن ما ادري نائب رئيس النادي ولا لا ايه بس طيب. ما ادري بهذا ما تجيكم فلوس زين نتكلم عن شركه اي زين اتكلم عن زين ما على الخطاب لانه ما كانوا في زين الخليج في ذيك الفتره اقول لك على الخطاب كان درجه اولى الخطاب اللي اصدر البيان حق الجمعيه اتصل بالاستاذ خالد معمر لان انا كتبت تغريده وقلت انه يعني انت اذا انت طلبوك في الاجتماع وانت رحت الخرج فهذه يعني عدم مسؤوليه وحط في الخرج فاتصل بي وضح لي انه ما تستهتر بالخرج كذا اي لا لا حط في الخرج حط في الخرج المهم انا من الخرجيين الاصليين فالمهم قال لي انا موعدنا الموعد كان يوم الثلاثاء رحنا فيها واتصلوا بالساعة 3 وكنت خارج هذا كنت في الخارج الحاجة الثانية قلت له بالله يرضيك البيان اللي صادر قال أبدأ استياءه وقال يعني حقيقة ما اطلعنا عليه من اللي سوى هذا الأستاذ خالد من سوى طيب اللي سوى شوف أنا أقول لك ناس تحب المهاترات وأنا أعتقد في حس جانب
صحفي. جميل. في 20 ثانية أبو شوب عندك تعليق؟ النظر الأخير نرجع ونقول أعضاء اتحاد القدم هم جزء من الجمعية. لما جات اللجنة استار انه يطلع بيان ويقول لك ان الان يعني الاشياء اللي صارت يجب مع احترام قضيه منظوره، كيف يطلع بيان ويوجه الاعلام في هذا الاتجاه وهي قضيه ما زالت منظوره الا طلعت بعدين كلام ثاني، وهذا والانديه وناس عقوبه كثير على هذا النقاط. جميل. فهم اولى ان يلتزموا فيها. انا شاكرك استاذ نزيه النصر، اشكرك احمد الشمراني، اشكرك ابو فارس، ايضا اشكر ابو فهد سعود السرامي. فقط للتنويه استاذ عدنان المعيب اتاكد انه الغاء مباراه كولومبيا والمنتخب السعودي جاءت بناء على طلب مدرب منتخب فيصل البدين. اشكركم اعزائي المشاهدين على المتابعه، الشكر لطاقم العمل بقياده الزميل مهدي المزارقي، التقي بكم باذن الله في الاسبوع المقبل. تصبحوا على خير.